ايش في الزور؟ هل هذا خطوك؟ نعم، ماذا كنت بي؟ ما عندك من الموضوع؟ عندي موضوع الكبرى. بعد ما خبنا إمام جلست ينتقل لنا أن نكون تمثيلا ورانا وما معنا في جلستنا بما لدي ورانا وما معنا في جلستنا في أي موضوع ما لا يستخدمنا في أي موضوع يتعب وأن شاركنا. فلست بصاحب الموضوع أن تريده، ولكن أسمع مقالتي، ولكن أسمع أنا صاحبه. فومي يا سمسيس بربوز اليوم أنا البيل الترزبا. ألا تعرف لون الحافلة التي وضعت فيها كتبك؟ كيف أصبحت؟ أصبحت بخير. ماذا تستيقظ من النوم؟ أستيقظ مبكرا. ماذا تذهب للمدرسة؟ أذهب للمدرسة صباحا. ماذا ترجع من المدرسة؟ أرجع للمدرسة. أرجع من المدرسة. هل تسكن بعيدة عن المدرسة؟ كم عمرك؟ بعد ما قمنا إمام الجلسة ينبغي لنا أن نكون التمثيل ورانا وما معنا في جلستي. غلطت بصاحب الموضوع. كلامي أحييك، ولكن أسمع كلامي عند المقام. ولكن أسمع كلامي. ماذا عندك من الموضوع؟ ولم تشارك إذا أحد. ماذا عندك من الموضوع؟ عندي موضوع الكبرى.